السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في تحديث جديد مساء الاثنين عن إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة باء التي تضم الدول التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية غير المعنية بإجراءات التخفيف. ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في اللائحة باء الإدلاء باختبار PCR سلبي يعود إلى أقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام. ولم تكن السعودية ضمن القائمة باء بعد إعلان السلطات المغربية عن قرار الفتح التدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، لكن عشية دخول القرار حيز التنفيذ المقرر له اليوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، قامت وزارة الخارجية بتحديث جديد ووضعت السعودية ضمن هذه القائمة. وتضم القائمة باء التي سبق الإعلان عنها كل من أفغانستان، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، البنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كامبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشيلي، كولومبيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوبا، الإمارات، إسواتيني، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جامايكا، كازاخستان، كينيا، الكويت، ليسوتو، لاتفيا، ليبيريا، ليتوانيا، مدغشقر، ماليزيا، ملاوي، المالديف، مالي، موريتيوس، المكسيك، ناميبيا، نيبال، نيكارغوا، نيجر، وعمان، وأوغندا. بالإضافة إلى باكستان، بانوا، باراغواي، بيرو، قطر، إفريقيا الوسطى، كوريا الشمالية، السيشل، سيراليون، الصومال، السودان، جنوب إفريقيا، سريلانكا، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تشاد، تايلاند، توغو، أوكرانيا، أوروغواي، فنزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا، وزيمبابوي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.